مساء الخير حلقتنا اليوم متكونه من قصتين يعني. قصه فنيه وقصه رياضيه اهلا بكم الا إحسان نجمه من نجوم الصف الاول حاصل على دبلوم فنون جميله قسم فنون تشكيليه وبكالوريوس مسرح فرع تمثيل شق طريقها في عالم التمثيل من على خشبه المسرح الى التلفزيون وتميزت بأدوارها المميزة في كافة أنواع الكوميديا. سنة كاملة مرت. لا خبر يوصله ولا خبر يجي منه. وانا هنا حايرة. صايرة مثل مكسورة الجناح ما أعرف شو أسوي. هلا مساء الخير مساء الخير نورتيني واخيرا تشاوفنا والله اخيرا الاء الممثله لو الفنانه اي وحده اهم؟ الممثله طبعا ليش؟ لانه حلمي اللي سعيت باتجاهها سنوات م. من البدايه انا اعرف انه هو هذا اللي اريده و ماشيه به احاول اقترب من الطموح النجوميه ايش لك؟ يعني من يقولون انت ممثله او يقولون انت نجمه والله تريدين الصدق يعني هي مو قضية تواضع أو فتشي لا أنا صدق أحب التمثيل أنا صدق أحب أمثل فإذا صرت نجمة تمثيل أو مو نجمة أنا باقي أحب أنه أمثل باقي أنه أحب أجتهد بهذا البارت المهم من حياتي وهذا ينعكس تعرفين على الشاشة الجمهور يعرف من يحب شغله ومن ما يحب شغله ومن داخل هو دخيل بس يريد يشتهر صح. آه انت دخلتي هذا الوسط الوسط الفني عمرك اتصور 16 سنه بالضبط بس خلينا نرجع لقبل قبل ال 16 سنه للطفوله زين شنو اول ذكرياتك بالطفوله هوايه عندي ذكريات هواية يعني اول ذكريات آه كنت فعاله بال... يعني كنت فعاله بالمدرسه وبالروضه وبالبيت فعاله واحفظ مقاطع واحفظ كاركترات واحفظ اغاني و... مرات الف اغاني طبعا زين شلون يقولوا لك بالبيت يعني شلون شلون يجابون وياك بالموضوع؟ هم كانوا منتبهين لموهبه الرسم اكثر لانه كنت انا ايضا ارسم مم. واحاول اسوي هيك تشكيل بالطين الاصطناعي وهذه الامور و... يعني كنت احب هذا هذا الجانب لسة ترسمين؟ والله لا تركت آه لكن اتابع الفن التشكيلي العراقي لانه جدا احبه جدا احبه وهو يمكن صدارة الفن التشكيلي بال... بالعالم بصوره عامه، يعني التشكيلين العراقيين اعتقد مواكبين الحركه العالميه بشكل مذهل. صح. فاتابع. اعرف انت متابعه للفن التشكيلي وتحبين الفن التشكيلي وحتى يمكن اظن واحده من الشخصيات اللي تريدين تقدميها على الشاشه هي اظن وداد الاورفلي. صحيح. التقيتي صح. بها؟ التقيتي بها؟ والله حكيت وياها أيه. قبل ايش كم سنه. قبل هواية. تعطيني هي تكتب وتلحن وتغني وترسم شخصية وتسم. رائعة أي. وإيجابية ومعطاءة وأول وحدة ساقت سيارة بالعراق وفد يعني أحداث لا هي سابقة وقتها يعني بسنوات صحيح هاي حقيقة أمنية كانت عندي بالفعل حكيت وياها وكنت أه كنت <تشنت> متمنية انه اني اكتب اكتب العمل حتى لو ما مثلت اكتب شيء وياها يعني اكون على تماس مباشر وياها لكن آه آه الفترة اللي هي سولفنا بيها شوية كانت آه صحتها آه يعني محتاجة انه ترتاح بهذه الفترة اللي ارتاحت بيها اني خانتني الثقة بنفسي حسيت المشروع أكبر مني بهواية أنه أني أكتب أعتقد يحتاج شخص أكثر متمرس وعملاق بالكتابة حتى يكتب يعني خلي أترك الجانب الأناني أنه أنا حابة أقدم هذه سيرة ست وداد لكن ما زلت اتمنى الله يعطيها الصحة والعافية ست وداد الاورفلي يا بس انا متاكدة راح تقدمين شخصية لان انت حابتها راح تقدميها بشكل حلو مشكلة الكتابة هنا بالعراق تصورين إحنا عندنا مشكلة نص هي أكثر شيء آه النص شوفي هي مشكلة السيناريو وبناء الحوارات يعني أكو قصص عظيمة لكن أكو سيناريو يراد لتعديل يمكن بالعالم يجري الاتجاه نحو الورشة أشوف الورشة يمكن الورش بدأت بالمسرح تعلمناها يمكن من المسرح التونسي الى حد كبير وجربناها بالعراق وكانت ناجحه جدا. انتمي ايضا للورشه بالكتابه. مم. تحبين الورشة, بال... الورشه بالكتابه تسمعين اكثر من راي شخص الشخص يكتب وياك فراح ينتقدك مو حتى يؤذيك مو لمرض نفسي بداخله، لا حتى ينجح هذا الورق حتى ينجح المشروع، فهنا لازم يعم جو من ال... من الايجابيه المفروض على الكل فعلا so... ونجح هذا المشروع تعرفين بمصر طبعاً. اخر ثلاث او اربع سنوات بمسلسلات رمضان كلهم اعتمدوا مصر وسوريا والخليج مصر يمكن, يمكن يمكن دراميا بالتلفزيون تكاد تكون الحلقه الاضعف الاعلى هي سوريا بعدين يجي برايي يجي يجي الخليج بعدين تجي مصر ما عدا بعض الاستثناءات التجارب المصريه بها بعض الاستثناءات وكانه اكو وسطين فنيه بمصر واحد مختلف جدا خليني صحيح. اقول صحيح. واحد لا ماشي اليوميات والمكررات يعني الى حد خلينا نرجع عمرك 16 سنه ودخلتي هذا المجال يعني مجال عالم الفن يعني وانت صغيره إيه؟ هل كان فترة صعبة انه انت بعمر صغير ودخلتي بهذا الوسط ما دخلت استفاديتي أو, او 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 ما دخلت بتجربة واسعة، دخلت بشخصية صغيرة بمسرحية في منتدى مم. المسرح. مم. فكانت يعني بارت من اللي اتابعه انا بداخل مسارح واروقة معهد الفنون الجميلة ويا زملائي واصدقائي وزميلاتي واساتذتي اللي ما زالوا لحد الان يعني اكن لهم فد حب كبير لانه هم اللي جدا دعموني جدا فالتجارب اللي كنت اشوفها بالمعهد هي نفسها او بعضها اغلبها تنتقل الى مكان ما بين المعهد والاحتراف وين اكو كان هذا البارت الوسطي اللي هو منتدى المسرح فمنتدى المسرح كان البايه او او السلم الجيده انه الواحد يطلع من المعهد بس ما يدخل الاحتراف راسا ياخذ له هيك مراوحه زينه هنا يرتب روحه يسوي احماء وشويه شويه يدخل. إذاً انت يعني بهذا العمر يعني صغيره 16 سنه وراها يعني ضليتي مفكره انه انت تريدين تدخلين بهذا المجال وتكملين به؟ انا يعني قبل ما ادخل معهد الفنون الجميله اني ناويه اكون ممثله. مم. مو احد اكتشفني بالصدفه ما انتقص من الناس اللي صاروا بالصدفة لأنه عادة الإنسان بصورة عامة من يكون بعمر صغير أو خاصة في البلدان اللي وضعها شوية العام مربك فدائما الواحد يكون عنده طموح شيء وتجري الظروف باتجاه شيء آخر أو هو يكتشف نفسه رايد غير شيء يعني تعرفين من الصغار الواحد أكيد تحسين أنت محظوظة او انت ناس هوايه ساعدوك بهذا المجال ساعدوني ساعدوني معنويا لكن يعني تقولي له شكرا قولي اني ممتنه اشكرك ممتنه لكل اللي كنت اشوفهم بالتلفزيون وانا طفله قاعده واستمتع بادائهم واحبهم واتمنى اكون مثلهم اغلبيتهم رحلوا عن الحياه والبقيه اللي موجودين حقيقه كلهم اعشقهم آني لو لو ما اشوف يعني لو ما اشوفهم يعني لو ما اسمع صوت اقبال نعيم بالكارتون اللي اخرجه دكتور عوني كرومي الله يرحمه وهي تمثل صوت سيجفريد بحيره البجع تأثرت بيهم اكيد شلون ما اتاثر يعني شلون ما مثلا والدتي تقول لي هذه الممثله هي اللي مسويه صوت سيجفريد فاني استغرب ش... هنا صوتها يختلف شلون هيك غيرت هنا لازم تنفتح عندك المخيلة انه شلون هيك قدروا يسوون ما تعرفين انا احكي لي على العائله بعد يعني الوالده الاخوه يعني انتم بيت يعني كاي بيت عراقي انت من بغداد انا من بغداد أبن عن جد لحد ابو جعفر المنصور إيه. وشنو يعني علاقتكم الاسريه علاقتك ويا الاخوان اظن هي قويه وعلاقه قويه اكيد والدي الله يرحمه علاقه قويه والدي الله يرحمه والدتي واخواني وحتى انا احنا سكننا وبيت بيبيتي وبيت خالي وبيت خالتي وخالتي الثانيه والى اخره كل العوائل محيطه بينا فكانما احنا قاعدين ببيت كبير لانه احنا كلنا قريبين على بعض كلنا مدارسنا سوا فاني اخواني اللي من امي وابويا هم اخواني اللي من امي وابويا وولد خوالي وخالاتي هم ايضا اخواني ولد عمامي هم ايضا اخواني فاحس نفسي بعائله كبيره جدا هو الكل أحبهم على فكرة جدا مثل يعني مثل هاي العائلة نفس هذا الكونسبت ايه نفس الحياة تغيرت حياتي تغيرت هواية فيعني ما زلت ما زلت أحبهم ما زلنا إحنا أكو جروب بالعائلة متواصلين شبه يومية أي يعني الحمد لله الله يحفظكم البعض آه والدي دعمني كل هواية رغم أنه تعرفين يعني أنت بنت هذا المجتمع وتعرفين صعوبة أن تختارين أن تكونين ممثلة في في مفهوم مجتمعي مو سهلة مو كلش الناس تقدر تتفهم، تقول لك اي اكو فلانه وفلانه وفلانه من من الناس المحترمين واكو هيجي وهيجي الوالد كان ف... الله يرحمه كان داعم اكثر من الوالده انه تدخلين هذا المجال؟ اثنينهم 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 واخواني وعائلتي كلها عائلتي هي الوقفة وقفت وياي بالشكل الاول والاخير قولي لي علاء اذا نريد نرجع من من البدايات من اول ما دخلتي تجربه المسرح الى حد اليوم واقول لك يعني عندك يعني تقدرين تسوين مونتاج وتحذفين جزء من حياتك يا فتره تحذفيها تشيليها ديليت <applause> يمكن الواحد ما ادري والله ما ادري هو مثالي اذا الواحد يقول ما احذف فتره بس هي اكو فترات مؤلمه م. اكو فترات مؤلمه اكو فترات فقر اكو ال... اكو فترات يعني اني طفله وهسه اذا ابوا الدنيا وكانت كانت الحاله حصار واكو فقر واكو تنمر هائل طبقي بس هاي حاله مجتمعيه على كل انت بصفه بي... شخصيه احذف اشخاص يمكن تحذفين اشخاص مروا بحياتك اكيد, حياتك. أكيد. Why? يعني اللي اذوني بشكل بايغال بالشر يعني اكو ناس انت تامنين انه يقولوا لك اكو كل شيء يصير له أه سبب، تامنين بهالشيء لو اكو ناس مجرد يمرون وما إلهم اي سبب بس مجرد اذيه؟ يعني هو اللي إذ مجرد اذيه يمكن يروح لجانب الامراض النفسيه وهي م. موجوده. م. يعني موجودين هذول الناس بس اكو ناس لا يعني تاذيتش لدرجه انه توصلين يمكن للموت <applause> اكيد اكو سبب ايه <applause> تزوجتي من من الوسط الفني ممثل صح. وانفصلتي ما اريد ندخل بتجارب الزواج والانفصال بس شنو يموت العلاقه عدم التكافؤ بالعطاء للمؤسسه هذه يعني انا يمكن مره مرة سولفتها قلت هي مثل العربة يجرها حصانين ما يصير واحد يوقف والثاني يمشي ما يصير واحد يقعد والثاني يتحرك انت كنتي تمشين واني مشيت و اي يعني هو حتى هو طلع باكثر من مقابلة وباكثر من لقاء وقال يعني اني غلطت و... وندمت واسف وكذا يعني اني آه... 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 هو انسان زين احنا كلنا البشر عندنا السايد الزين والسايد ال... الاخر آه... لكن خلص وصلنا نقطة بعد الحياه صعب انه تستمر. تصورين علاقات الها عمر وتخلص؟ لا لا مم. لان انا هسا يعني والدي توفى واحنا لليوم نحاول قدر الامكان انه كل جمعه نزوره وما نحس انه انقطعت العلاقه. لا بس هاي علاقه مم. من غير نوع، بس العلاقات الشخصيه، علاقات الحب والزواج الها عمر وتخلص او شنو اللي ممكن يخليها تستمر العطاء التكافؤ التكافؤ لازم حتى بين الاصدقاء حتى بين الاقارب حتى بين اي اثنين لازم أكون تكافؤ انا ما اقدر اكون دائما انا المعطاء وانت ما تقدمين شيء. انت باي عمر تزوجتي انا تزوجت صف ثالث كليه امنين بالزواج مبكر او لا يعني انت تشجعين الزواج المبكر او الواحد ياخذ مرحله ينضج شوي على مود ياخذ قرارات لازم ينضج مم. عمليا لازم ينضج بس ما اخفيك مرات من اقول اني لو متزوجه باول مره خطبت بيها يمكن كان اطفالي بقد هذا اللي يتمشى او بقد هاي البنيه او بقد يصير عندي هذا يصير عندي هذا الشعور. هلا تفكرين بالتبني؟ اي طبعا. مفكرة بيها؟ آه مفكرة و... وحكينا أنا ووالدي ووالدتي هواية بهذا ال بهذا تصورين المجتمع العراقي آه يتقبل هسه إنه آه بنت عزباء آه تتبنى؟ إحنا وصلنا هاي المرحلة نقدر؟ والله أعتقد أعتقد إنسانياً اللي إنسان، الشخص اللي عنده هذا الجانب الانساني اعتقد راح يتقبله، وهذا البارت بداخل بداخل المجتمع العراقي فعال جدا، مم. يعني بدليل اللي اللي كنت اشوفه انا ببرنامج الصدمه آه يعني كنت اشوف اشياء اقول إيه يعني حلو زين، مم. بعد المجتمع بعدنا بخير إيه بعدنا على بعدنا بخير الصدمه, الصدمة. على يعني شغلات بالمجتمع او انت تصدمش فعلا تتصدمين. تصدمني مم. يصدمني شخص اني واقفت له كلش هوايه ويعرف كل زين انه اني الانسان اللي حقيقه اوقف له بظهره فجاه تلقين الموقف انه يا اكو ما وقف لك بنفس الوقفه يعني ما اريد يوقف لي مم. بس وما اريد يعترف بس ليطعني أو ليأذيني أو ليفكر أنه آه يقلل يعني إيه؟ نهائيا أنا حتى ما أطلب شكر نهائيا بالعكس مم. أنا الشخص اللي أؤمن به أساعده بالفعل مم. الإنسان اللي هو أؤمن به أنا حقيقة بظهره إنسانة زينة مم. ما أقدر أكون الشخص ما اللي يعني ما أحبه مستحيل يعني يعني. لا مم. ما أقدر الشخص اللي ما أحبه أو ما أتقبله أنا بوجهه نفس ما بظهره سلبا وايجابا والشخص اللي احبه واتقبله ايضا جدا سند جيد لناسي فاتفاجئ بعدين اقول يلا ما اتفاجئ هي الحياه ما انخلقت حتى تكون عادله اساسا تصورين حياه ف... مو عادله؟ لا طبعا مو عادله طبعا لا ابدا مو عادله ولا انخلقت حتى تكون عادله بس انت تتصورين انت اخذتي حصتك من العداله بهاي الحياه، اخذتي اللي تريديه، حققتي اللي تريديه بشقد نسب يعني وتناسب انت تشوفين نفسك شو اخذتي شويه مرات شويه مرات اقترب من الطموح مم اقترب مم بس الطموح نفسه قولي لا تعرفين دائما يقول لك ماكو شخص بيرفكت الشخص المناسب، اكو شخص مناسب الك لصفاتك واكو شخص مناسب لصفاتي شو المواصفات الشخص اللي انت تطلعي للشخص المناسب اللي يعني اللي هو البيرفكت <applause> هو ماكو شخص كامل إيه ما ماكو بالي شخص والله كامل والله ما مفكره ما مفكره نهائي يعني اكيد اكو مواصفات للشخص الكامل بمفهومك انت بنا... بنظرتك لا فاجأتيني ما, ما مستعدة لا ما اعرف لا ما اعرف ما, ما يجي ببالك اي شيء ما يجي بالي لا ما اصلا ما اقدر اتخيل أه... اكو هيك شيء مفهوم إيه ما ما يعني ما اقدر اتخيل اكو شخص مثالي اقدر ارسمه او او اتمناه او اطمح بالتعرف عليه انتي بتاخذين قرارات بسرعه لو تترددين حسب المرحله العمريه مم. قبل كنت تك تك <applause> كلش سريعه هسا لا بعض بعض القرارات كلش تحتاج وقت من التفكير بعض القرارات تاخذ وقت ازيد يعني ازيد من القرارات حاجة الـ 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 المصيريه التغيير المصيرية التغيير وأكو الجذري وأكو قرارات عرفتي مصيريه اي يعني قرارات سهله قرار انه أشرب, أشرب, اشرب قرار انفصال مثلا سنوات اخذ مني مم. حتى اقدم هذه الخطوه وحتى اقدر اطلب من والدي انه وياي هو قرار يعني, يعني من فتره طويله وبعدين صار الانفصال افكر بيه فكرتي به بي. اي اي كنت افكر به هوايه ايش قد بالزواج؟ اكثر من 10 سنين مم. مم. بس انت الى ايش قد يعني ورا كم سنه قررتي انه خلص اني اريد انفصل؟ آه باول اربع سنين حسيت انه ربما هذه العلاقه ما راح تنجح بعدين آه وراها سنتين استمرينا بال يعني بالمحاوله انه آه، نمشي الامور بشكل افضل مش لسنتين بشكل افضل ورجع آه، يعني صعب فاخذت لي اربع سنين لحد ما آه، لا عادتي مت... مو متسرعه بقراراتك داخلين سنين هذا لانه قرار كبير وتغيير جذري ولانه الانسان اني آه، قلت لك هو به آه، صفات ممتازه كثيره لكن اكو بعض الامور هي توقف الحياه مم. تماما مم. فيصير ماكو حياة يلا إن شاء الله نقول أه القادم أفضل ما تدرين ما تدرين يعني القادم أفضل ما تدرين أه شو ما تدرين <applause> <applause> ما تعرفين هاي الدنيا شم شم لنا يعني ما واحد ما, ما يعرف الله أعلم يعرف الله أعلم فاي بعض القرارات لا مثلا من تشوفين انسان قاعد بصفك هسه واحنا دا نسولف و... وحسيتي اكو ضمنيا جملتين ثلاثه بيها كراهيه عدوانيه لا لازم اكو رد فعل سريع وحاد وخلص اقطع مم. هذا الانسان يعني ما احتاجه ما حد محتاج أه تعرفين هاي يمكن تصير ويا الامر يعني الواحد قد ما يكبر بالعمر إيه يصير النضج اكثر يصير يفكر اكثر يصير يتانى بالخطوات اكثر اكيد مع الاسف يعني هي بالعمر الصغير ما تيجي هاي الاشياء إيه مع الاسف من واحد صغير والمشكله مم. اكو ناس من ترجعين تفكرين تقولين هذا كان كبير واني كنت صغيره يعني شو تسوى هيك ايش قد تافه؟ بس احنا بعد بس كل واحد يعني مرات تخجلين ومرات مثلا ما تسعفك شخصيتك انت هسه بدك تكتشفي انت مجامله؟ تجاملين هوايه؟ كنت على حسابك تجاملين؟ آه يعني كنت احترم الناس اكثر هسه لا خلص اذا احس بشوية إساءة أواجه مم. ما أسيء أواجه أقول لا. أنت دا تتقصد إنه تسيء بهذه مم. الجملة والكذا فأني ما أحتاجك في حياتي دير بالك تحكي يعني وياي مرة ثانية قولي ألا يعني أنت طلعتي بأكثر من عمل كوميدي أكيد أنت سويتي دراما سويتي كل الشخصيات وأني يعني من الناس اللي أتابع أجدع أقول يا ربي يعني ماكو شخصية ما جابتها بطريقة رهيبة يعني ستحك. أنت من يضحكك من يضحكني أياد طبعا مم. بلا منافس مم. من العرب من يعني من العرب احمد حلمي مم. اي كارثه أي احمد حلمي الحلمي كريم عبد العزيز مم. اي وايه والله مم. يعني اكو مجموعه مرات هيك يلتمون البطوله الجماعيه ماجد الكدواني صح خطير صحيح آه بال... همينه بالجانبين اذا جاد واذا كوميدي خطير ممثل خطير جدا اي يعني. تفكرين انت تروحي مثلا مصر تسوين اعمال مشتركه مو إلى مصر ويا اعمال سوريه اعمال لبنانيه صارت صارت اعمال مشتركه بسوريا لكن بعدين تعرفين وضع الحرب وهيك شيء خلص يعني حتى هم نفسهم السوريين خطيه يعني اضطروا انه يغادرون واحنا غادرنا و... هسه وايد تصير اعمال مشتركه حاجة. اللبناني والسوري والخليجي والمصري كله يصير يصير يعني تجي نصوص يلا يجوز نشوفك في عمل ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله قريبا اكو شيء ده اقرا قبل فتره يعني رجعت اكثر اكثر من عمل يعني مو كلش قريب من من الطموح فيعني كل ذوق ارجعه هلأ شنو المعلومه اللي الناس تعرفها عنك بس هي غلط يعني فشي مغلوط عنك الناس تعرفه وهو مو صحيح وتريدين تصححين للناس هو انا مو هيك. هوايه كلش هوايه هوايه اقرا اشياء يعني اضحك يعني مثلا شيء اكثر شيء مثلا طليقي تمرض ورا فتره فتره مسافه يعني يمكن يمكن سنه ونص سنتين من من انفصالنا، مم. الناس ما تعرف انه انا انفصلت وانا مضطره انفصل اكتب انه انا انفصلت يعني مم. هذا الشان يخص يخص عائلتي يخص والدي اخواني هذول اللي يتدخلون بزواجي او انفصالي. مو مو السناب <applause> عرفتي الناس تريد تشوفني تشوفني ممثله شافوني بشخصيه حلوه حبوها اكيد راح افرح هوايه ما حبوها يغير القناه ويروح يشوف شيء يحبه وخلصنا <applause> يعني هذا هاي حدود العلاقه سو انا ما مضطره انشر انه انا مثلا من 2000 و 16 او من مطلع 2016 بداياتها فشنو هي كانت انه فهي كانت انه انت اه تمرض وتركتي مم. بالوقت اللي هو ورا انفصالنا سنة ونص او سنتين يعني يلا صار اه يعني عنده انت تعرفين يعني دائما المشاريع عندهم اكو اه اشياء مغلوطه عنهم والله الناس الناس, ما. ظالمين بس ما يعرفون الناس, الناس ظالمين الناس ظالمين ويا المراه بشكل هائل ظلمه بشكل هائل تصورين هنا احنا شويه بدينا يعني نهتم بقضايا المرأة أكثر من قبل. والله شوية ميديا السوشيال إن... ميديا. السوشيال ميديا فضحت هواية أمور. السوشيال ميديا يعني. تشوفين, تشوفين اللي... العنف ضد المرأة الكل تنشر حتى اللي هذا هو معذب أخواته وأمه وزوجته ينشر <applause> عن العنف ضد المرأة أو يروح يحضر مؤتمر بس هو بأرض الواقع هو مطبقه كمبدأ واحنا نحتاج نطبقه كمبدأ وبعدين. عوده بي مم. الموضوع مو موضوع بوستات وسوشيال ميديا لا طبعا طبعا تعالي هسه انت لاي لأي وحده تتعرض لاي شيء فورا يذبون الصوت عليها طفل 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 ابوه ضاربه ومدميه وما يقدر يحكي الاب واضح انه هو متعاطي يقولوا لي لا الطفل سوى فلان شي لا ده يقول له ليش تروح على بيت فلان الاب ده يقول جمله واضحه جابوا الطفل طعنه يعني, أيه؟ يعني, هو المجتمع المجتمع كذب،, كذب كذب يعني بوستات شيء والواقع وحقيقتهم نفسهم بالتعليقات مم. شيء اخر والواقع شيء اخر يجرمون دائما دائما مم. اكو 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 عدوانيه بالداخل تصور احنا مجتمعنا يا له لنفضه قويه يعني شويه هسوي ويا السوشيال ميديا والاعلام والناس اكو جيل جديد بعد ما يرضى على هاي الامور الجيل الجديد اعتقد من خلينا نروح على ايجابيات السوشيال ميديا م. اكو جوانب زينه بشخصيته تنمو م. من خلال هذه الشعارات الموجوده بالسوشيال ميديا فممكن وعي تتحول الى شخصيته م. يتحول ان يحب يكون مثالي ان شاء الله نتمنى نتمنى جيل يف... جديد نظيف لانه اي لانه اكو ناس شباب و... و... ويافعين صغار من تقعدين تحكين وياهم تسمعين اشياء وتسمعين منطق تتذكرين تقولين لا انا من كنت بهذا الامر ما كنت اقدر احكي بهيك جمل ما كنت اقدر اقول هذا هيجي مفهوم اصلا ما كنت اقدر راح ما اقدر افتهمه صحيح. فهذا من من فضل السوشيال ميديا صحيح يبقى هو نفسه طبعا هنا أكو معترك صعب جدا انه هو نفسه حاب يكون زين مم. مم. انا اخاف اكثر على البنات لانه اكو اكو صحيح بالميديا صحيح يعني ظاهرة عالمية يعني هاي قد عالمية قاعد على الموبايل وعنده وي... عنده بث وعنده لايف وعنده يطلع صوره هاي طبعا هاي للاسف مشكله اي ايه ما تقدرين ايه ايه هاي ازمه اخلاقيه عالميه صح في بالفعل كل العالم لكن انت تعولين يمكن في اماكن اخرى من العالم اكو مؤسسه تربويه مو تعليميه فعلا هنا المؤسسه اصبحت تعليميه فقط ما تقدم شيء تربوي م. ما تقدم ما تنمي او ترسخ الواعز الاخلاقي اي لازم لنا تغيير بالمناهج اصلا بالمناهج الا آه جديده تحكي لي شنو شنو مقبله على شنو راح تعدي سفرة لامريكا اي شهر الواحد امريكا, و... أمريكا مسرح وكندا وكندا اي آه عمل مسرحي راح مسرحي. هناك آه. وال... ايه اول آه. مره راح تلتقي يمكن بالجاليه العراقيه اول مره واول مره اصعد على مسرح بعمل كوميدي م. وتخيلي اياد راضي وحسام شو وعلي جابر أوه أجل. اتمنى ان يكون هناك <applause> نيالهم اللي راح يروحون المسرحيه حيستمتعون كل التوفيق كلش. كل التوفيق ان شاء الله حيستمتعون. اذا حياتي صارت فيلم سينمائي او مسرحيه شو تسميها يمكن قف... <applause> يمكن استعير او اخذ عنوان من احد المؤلفين اللي احب كتاباتهم ممكن اي عنوان يجيب بالك يمثلك انت لي هاي اني اكو عنوانين يعني احبهم للاستاذ فلاح شاكر تفاحه القلب واكو بائع الاوهام والاحلام اوه جدا احبه جدا احب هذا العنوان بس انت تصوريني يمثلك هذا العنوان بائعه الاحلام والاوهام آه هو مو اني البائعه بس آه الالوان بي مره وممكن بي لعب آه انت تحبين تكتبين ما مره فكرتي تكتبين قصه حياتك هوايه يمر ببالي انه انه اكتب المحطات الاهم يمكن مرحله لاحقه اذا لحقت لو لاحقت. لو اسالك وين بيا مرحله تتوقفين بيها من اول ما بديتي لحد هذا اليوم وتقولين هاي المرحله اني فخوره بيها او هذا الشيء أنا فخوره بيه يعني آه ما اقدر اتوقف بمكان آه. لانه المراحل المختلفة، يعني اكو مرات عمل ما عندي بيه دور كبير بس هو العمل أنا فخوره بيه او اكو عمل عندي دور كبير بيه وهو سوى انعطافه بحياتي انا يعني كلش فخوره واحبه. عمل انتظره مثل سليمه باشا ما اقدر استثنيه من المسيره. م. عمل بالبدايات مخرج علي ابو سيف امن بي ونطاني بطوله مطلقه. م. أنا وأبناء جيلي ما أقدر استثني فهواية هواية مراحل لكن ممكن ممكن أقول إنه بعد بعد عمر الثلاثين 30 سنة بدت هواية أشياء تختلف يعني من يعني مرحلة العشرينات الشخصية مختلفة جدا الشخصية هي الأكثر اندفاع والأكثر إقدام والأكثر آه... تحسين هسه أنتي آلاء هسه بمرحلة مرتاحة يعني مرتاحة عندك تصالح مع النفس إي عندك راحة نفسية كبير جدا مم. من وين أجتي هاي؟ يمكن ما أدري <applause> يعني من من هواية مطبات صعبة المطبات تقوي الواحد تقوي مم. تقوي وتخليك تشوفين بشكل افضل تخليك تضحكين على نفسك احيانا انه موضوع بهالتفاهه بذيك المرحله هو كان مطب او حاله بهالسخافه وبهالسذاجه بذيك المرحله كانت الدنيا سوده بعينك اي طبعا ف تضحكين عليها من مراحل من تقطعيها أي من تقطعيها ضحكين. وتعبرين وتلتفتين عليها تضحكين بس هي بوقتها نهايه العالم بالضبط اي طبعا بالضبط انت تقرين هوايه اقرا تتذكرين اول كتاب قريتي اتذكر وما اتذكر لانه انا كنت صغيره واقرا كتب دار ثقافه الاطفال مم. غير مجلتي والمزمار كانوا هيك طبعاً كتب مجلتي والمزمار اتذكر اي فكنت اقرا كانت اللغة هم يعني نسيت اسم المجلة و... المزمار المزمار أي. واكو كانت تذكرين روايات اللي المجلدات المجلدات اي طبعا والمكتبه الخضراء المكتبه بالضبط كلها قريناها طبعا 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 أيه. والرسومات اللي بيها قد كانت مبهره مم. وجميله اي فهذه كلها أنا مره بيها لحد ما انتقلت الى مرحله كتب الكبار فبنتقلت لمرحله كتب الكبار يعني المن قرأتي سلحتت المجموعة الكاملة مع جبران ها جبران اي كانت صادمة بالنسبة لي لأن بس عمر صغير تقريبا جبران صادمة يعني. جدا عدا جمالها بال بالصياغة لكن كانت صادمة إنه أني يعني مستوني متحولة من طفلة إلى شوية أكبر من طفلة دا حاول أنضج فشفت كاتب يكتب بدون قيود مم. يكتب عن المرأة وعن جسدها وعن وحده مختصبه وعن ما اعرف شنو فصدمه صدمة, صدمة. صدمه هائله فعلا. بل بل مرعبه كانت مم. بالنسبه صحيح. لي انه خفت ليكون هذا شكل العالم برا مم. البيت ليخفت خفت ليكون هذا شكل العالم آه اذا مو اني أبوي وامي فلي انا عمر صغير عمر صغير اكتشف. كان هذا الانفتاح اكتشاف مم. اكتشاف كان صعب هائل ف مم. بنهايه المجموعه الكامله كانت اكل قصائد ف اعوف القصص مثلا القصيره واروح للقصائد اقرا شويه قصائد ارتاح اكثر انغم القافيه شويه اهدى بعدين لا يوديني الفضول هناك فهيك كانت البدايه قولي لي غير الكتب اعرف انت تحبين تقرين تحبين الموسيقى جدا تحبين الاغاني تحبين الدندنين وتغنين أي جدا انت تحبين المقام العراقي جدا صح؟ اي اي منين منين جتي من الوالد يعني انت تسمعيها أيه قبل؟ اي اي مم. أي, مم. اي يعني اعرف ابوي يحب المقامات يحبون العراقيه المقام. يحبون عمارو جدا يحبون آه. المقام ويحبون قحطان الاطار مم. ويحبون آه... هواية. إيه هوايه هوايه الاغاني التراثيه آه... العراقيه آه... الله يرحمه استاذ سعدي الحلي مم. يعني ش... اشياء يعني... بالبيعت... مختلف مختلف اشياء مختلفة الدندنين اشياء قديمه شنت اي شنت. شنتي ليش؟ آه يعني آه... ما ادري من يعني من توفى والدي احس بهوايه اشياء راحت مني أي. اي فما يعني شنو اكثر شيء تعلمتيه من الوالد وبقى وياك لسه شيء يعني تقولين فعلا رباني تعلمت هذا الشيء من عنده العطاء ان يكون الانسان عنده عطاء حتى لو باصعب ظروفه يعني فترة فترة انهيار الدولار بالتسعينات احنا اطفال كنا اه وهو موظف مما يعني انه راتبه في يوم وليله صار لا شيء لا شيء ف كان يعني هوايه يشتغل اشياء ضمن اختصاصه بس ما توقف اي يعني اليوم بالذات قبل لا اجيك اليوم بالذات اكتشفنا انا ووالدتي من واحد من اخواني اللي هو اكتشف ايضا انه كان اكو وحده مريضه بابا كان يساعدها اي جيران بيت اخويا تخيلي فك... وانتم ما تعرفون احنا ما نعرف ابنها هي توفت ابنها قال لاخويا واخويا جا قال لنا احنا ما نعرف انه بابا كان يعني يساعدها هوايه كافل ايتام هوايه يرعى ارامل هوايه يساعد ناس الله يرحمه كلش هوايه ولحد الان احنا بدنا نكتشف ناس ما ما نعرفهم أوه. ولحد الان احنا نحاول ان نبقى قائمين عليهم ونكمل رسالته الله يرحمه الله يرحمه آه، انت تحبين السفر احب السفر بس ما احب الطياره أي. يعني كنت تحب <applause> الطياره من متحافه هسه من الطياره اضوج من الطريق كلش اكره آه، الطريق السفرات القصيره اوكي محتمله بس السفرات الطويله شويه صعبه تصير جدا ايش تعلمتي من السفر صفر ثقافة بوحدة اي طبعا طبعا تشوفين ثقافات الناس م. الاخرين تشوفين طرق التعامل اذا انت من الشخصيات اللي حابه تطورين نفسك باتجاه الافضل باتجاه الصفات الافضل رح تنتبهين الى صفات الاخرين وتحاولين تسقين البذره اللي موجوده بداخلك اللي تشبه هذه. آه هوايه مجتمعات اروح لها اقول هذه الصفه تشبهني، هذه الصفه صدق تشبهني، صدق احس اني بهذه الصفة انتمي لهذا المجتمع مم. مثلا انه تخ... اكو دول تاثر بينا، اكو دول تاثر واكو مثل الناس، أي. اكو ناس تتاثر بيك، اكو ناس ما تاثر، صح. اكو تاثيرها صفر أكيد. الدول نفس الشيء اكيد أي دولة اكو دول أكثر. تمر يعني تمر مم. كدولة يعني رحتي بها بشغل ومشيتي اكو دولة, دولة لا تفوت تعشقيها، مم. تحبيها منو مثل يا دولة؟ آه اكيد آه يعني اكيد لندن، مم. يعني بريطانيا كلش عريقة مم. يعني مم. لندن بحد ذاتها هي متحف مم. مو شوارع ولا ولا طرق مم. يعني متحف بمعنى الكلمه مم. يعني الفلكه الوحده والساحه الوحده يمكن بها عشرة 12 تمثال اربع خمس متاحف مم. يعني مم. آه هو مو غيله بالتاريخ مو غيله بالقدم هو اوروبا دائما اقول كلها تتشابه تقريبا بس انجلترا مختلفه اي واحد صحيح صحيح, صحيح. العواصم اللي حبيتها حبيت دمشق والقاهرة مدن القديمة هاي متشابهة جدا المدن القديمة بيها شبه اكو روح وسحر بيها مختلف وبغداد. بيها أطر. بغداد عطر بغداد مدينة قديمة طبعا ام ام المدن وين المدينة اللي تحبين تشوفيها لسه ما شفتيها؟ المدينة اللي احب اشوفها ولسه ما شفتها أوه. ايه هواي واي واي براغ قلنا أيه صارت كورونا براغ براغ وحده من عندهم براغ أيه, ايه حلوه براغ اي مو ما شايفتها موناكو مم روما مم من العواصم العريقه كلش آه شفت ميلانو بس ما شفت آه روما آه يلا ان شاء الله ان شاء الله تصير سفرات وان شاء الله تشوفيها كلها وان شاء الله ننتظر تكتبي فد كتاب عن حياتك اكثر حياتي شيء اكثر أشوف شيء اتمنى اشوفه المسجد الاقصى حقيقه جدا اتمنى اشوف القدس جدا اتمنى مم. اسيل أكيد. بنت استاذ سامي عبد الحميد اوجه لها تحيه راحت بزياره للقدس ومن دخلت المسجد الاقصى صورت لي هيك شيء وانا بس دموعي كلش اتمنى هاي حقيقه ان شاء الله مو يعني, يعني, يعني مو مجامله ولا مثاليه لا ولا أي شي. أكيد. أكيد حقيقه اتمنى اكيد ومكان اوف مش من كل شيء ومكان تاريخي ومكان أكيد. ديني يعني مقدس طبعا طبعا أه. كلش فرحت بوجودك وكلش كنت انتظر هذا اللقاء وان شاء الله من نجاح لنجاح لنجاح حبيبتي. ونشوف انا معجبه قديمه تدرين ها؟ انا معجبه قديمه <تصفيق> <تصفيق> فان شاء الله لقاءاتنا تزيد دائما <applause> واتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق الف شكر شكرا لك ممنونه مش. شكرا شكر. حبيبي انتظرونا مشاهدينا بعد الفاصل من قصص الفن الى قصص الصحه والرياضه خليكم ويانا احمد قاسم طالب الهندسه اللي اتجه لعالم الرياضه والتمرين مدرب المشاهير ومستشار التغذيه اللي يطمح بتاسيس معاهد رياضيه للاطفال للتوعيه الصحيه والبدنيه رجعنا بعد الفاصل مشاهدينا من قصص الفن والشهره الى قصص الصحه والرياضه منور كابتن الله يخليك مساء الخير الشايب مساء النور نور, نور ويكو. احنا نخاف من الكابتن لان يعني دائما احنا كنا ما نلعب رياضه ولما نلتزم بالدايت فنريد انت يعني راح تعطينا نصائح اليوم اكيد اكيد اول شيء خلينا نبدي انت مهندس ايش جابك على الرياضه؟ أه... كانت والله هي بالبدايه هوايه تعرفين انه شوي شوي يبدي يتطور الموضوع انه واحد يطلع من مجاله يروح للهوايه مالته يشوف نفسه انه ان بيها او لا فجربت هيك مجرد تجربه ما شاء الله يعني الحمد لله شكر فضل الله اختلفت الامور كلش عندي فصار الموضوع انه هذه الهوايه صارت هي شغلي اصلا بس انت ما فكر يعني انت مهندس ما فكرت انه تمارس الهندسه م. و يصير هذه هواية أنه الرياضة والتدريب وتروح للجيم هذه جزء من حياتك بس أنت عفت الهندسة كلها على صفحة ورحت على رياضة شوفي أنا بقيت بمجال هندسة هواية يعني اشتغلت بمجالي مو أنه من الهندسة تخرجت ورحت قبل على الجيم وهيك شيء وهذا شيء كانت اه هواية اشتغلت بمجالي كل هواية بحدود العشر سنين مجال الهندسة والحمد لله والشكر فضل الله يعني بس اه آخر ثلاث سنين أربعة أنه صارت الرياضة كانت كهواية صارت كبزنس. أوكي؟ ف... هل أنت رحت لها مثلا للربح المادي؟ لا لا طبعاً. لو بس أنت حابب الرياضة؟ لا طبعاً الحمد لله شكراً هي الهندسة يعني كفت ووفت بالموضوع المادي آه بس كانت آه أنه شايفة أنه أنه تريدين توصلين مسج. أنه حلوة الرياضة وحلوة الصحة. صارت مم. بهذه الفترة مال الجائحة أنه صحه العالم تدهورت واكثر الناس اللي ارتاحت هي الناس الرياضيه والمهتمه بصحتها وشاف هيك شيء فانه هذه كانت فرصه اني يعني اوصل المسج مالتي انه الرياضه حلوه انه الرياضه صحه انه تعالوا شوفوا العالم برا شلون بدها تعيش شلون بدها تطلع الصبح وتركض وتسوي الكارديو مالتها الصباحي وعيشتهم كلها انه اللايف ستايل مالتهم كلها صحة وهيك شيء فحتى شوفي نفسياتهم مختلفة وهيك شيء بغض النظر انه احنا صح العراق الوضعية كلش مختلفة ومتنشنين بس يعني لو نرجع نصف شوية رغم كل هذه التنشن اللي بالداخل هيك شيء شوية لو نطلع منها ونلتفت لحياتنا الخاصة انه جيم وصحة ورياضة راح نمتص هاي الطاقه السلبيه بدنا نحصلها واذا نشوفها بحياتنا اليوميه انا هذا المسج اللي كنت اريد اوصله وبعدني الحدث الحمد لله وشكر وصلت قسم من عند الهوايه عدد من الناس اللي دا يشوفوني وبعد مستمر بهذه الرساله مالتي اكيد يعني والله عافية عليك يعني كابتن يعني انا دايما اقول من يقولون برا الناس عايشه بطريقه صحيه اكثر وتطلع تتمشى يعني عندهم اماكن للمشي عندهم باركات بس احنا هم من عندنا اماكن بس احنا ما نروح لها، يعني عندك هاي حديقه الزوراء اماكن شاسعه للمشي بس م. ما عندنا هاي الثقافه انه تطلع الصبح تروح تتمشى، أيوه ما صح. عندنا، انت عندك صار عندنا كسل انه السياره توديك منا لهنا، ما نريد نتعب نفسنا. بس اتصور ويا الوقت اذا صرت توعيه بهذا الموضوع بالضبط هو هذا اللي نحكي عنه ممكن هسه انت يعني ما ما عندك هذه القابليه او هيك شيء انه تطلعين تركضين الصبح على الجسر الجادرية او هيك شيء، بس ممكن تروحين جيم، مم. تمام؟ احنا حتى ال... كان قبل عالم ما تروح جيم، هسه قامت الناس تروح جيم، ولد وبنات وهيك شيء اختلفت الامور، فاني دا, دا اشوف هسه مثل مرات الصبح على الجسر ما اشوف اثنين يركضون او ثلاثه، مم. ممكن بعد سنه راح اشوف عشره لو اكثر لو هيك شيء. دوريا الموضوع يصير انه شلون التعود انه هذا أنا دا اشوف الموضوع طبيعي ولد وبنيه وهيك شيء فاني دا اتخيل المدى القريب ان شاء الله مو المدى البعيد انه فات خمس سنين سته يعني هذا الوعي الرياضي اللي برا عندهم حلو ان شاء الله يصير عندنا هذا ان شاء الله يارب. هو شوي شوي تتغير يعني الامور با هو ستيب باي ستيب صحيح بالضبط. صحيح آه تعرف يعني هو الجيم مو بس مجرد تروح على مود تريد تضعف او تريد تقلل وزنك او تشد عضلات، هي اسلوب حياه بالضبط، نفس يعني السؤال هو اللي انا دا داعش ايه. عليه انت اكثر شيء على السوشيال ميديا اه شنو موضوع مدرب المشاهير؟ يعني ليش المشاهير يجون عليك؟ <applause> هو صار طبعا باي ذا واي انه انا دا, دا ادرب الناس بس انا بطبيعتي يعني شايفه مثل من شخص يعني مو مو الغايه مالته او الهدف او يقول انه مادي الهدف مات انه دا وعي فالمشتركين المشتركين دائما يحبوني انه انا دا اوصل مسج داخليهم يحبون الرياضه حتى لو يبطلون جيم ارجع اتواصل وياهم يعني عندي هذا الكونتاكت انه اخليهم مستمرين على هذه الحياه هم واهلهم وهيك شيء فصارت انه اجى فد شخص معروف بعدين اجى الثاني بعدين اجى الثالث انه بقوا وياي ف قاموا هم الاصدقاء والمقربين اه مدرب المشاهير مدرب المشاهير يعني صارت الحكايه اكثر من مره او ثلاثه او اربعه وبعدين مشت الامور هو هيك صارت باي باي منو من, المشاهير اللي فعلا ملتزمين يعني تقدر تقول هذا يسمع كلام والله هم أو بس انا يعني خاف اقول نصي يزعلون او هيك شيء بس لا ما بها شيء نقول رياضه يعني منو ملتزم بالرياضه الملتزمين بالتمرين لو بالاكل مو انا عندي مشكله، <applause> <applause> انا عندي مشكله. بالاثنين آه غسان غسان اسماعيل غسان لا لا رهيب على سلامته. آه هو هواي ضعف هواي هو 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 ضعف <applause> غسان يلتزم بالتمرين ويلتزم بالاكل، بينما مثلا عندي اموري يلتزم بالتمرين بالاوقات فت بس, بس ما يلتزم بالاكل ابد. يقول <applause> يسوي تمرين وش قد ما يقدر ياكل يقول لك دائما روح للجيم والعب رياضه وش قد ما تريد تاكل اكل صحيح؟ لا 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 ما, كتش. ما كتش. لا راح راح تبقين بنفس الـ بنفس الليفل ما راح تتقدمين خطوه او ما راح تصعدين خطوه اللي فوق فانت راح تبقين بنفس الليفل راح تاكلين تصعدين سعرات حراريه بجسمك راح تجين للجيم تنزلين تحرقين سعرات حراريه فراح باقي انت بنفس بينما اذا تمرنت جم او التزمتي بالاكل راح توصلين للجسم المثالي اكيد باسرع وقت يعني اذا يمي هسه ناخذ منك عود الوصفات شنو شلون ممكن نضعف شلون تدللين انت ايش قاعد صار على انا صار لي ثلاث ايام بعدني جديده سمعت اخبار صار لي ايام ها تعالي بعد شهر وشوف بكت اعرف حضري روحك قول لي قول لي السوشيال ميديا انت هسه عندك متابعين على السوشيال ميديا ايش قد خدمتك السوشيال ميديا بهذا الوقت بمجالك؟ صراحه يعني قصدك انه يعني خدمتني بشنو كماديا لو ك ك لا لا, لا, لا. مو كماديا كانت انتشار لك اسمك صرت معروف بهذا الوسط المشاهير كلهم يجون يمك ايش قد خدمك يعني انت على الانستغرام على يعني بكل السوشيال ميديا شوف هو انا يعني اغلب شغلي يعني صار على الانستغرام اي أه ف يعني خدمني انه من باب الناس قامت تعرفني م. اكثر لان المسجد المسج مالتي حقيقي انه اوصل المسجد ما عندي غايه او موضوع بال انه خلاص حب الرياضه تمرنوا وهيك شيء شي. فالعالم قامت تعرفني بالشارع آ... انه يحبوني الحمد لله وشكرا يعني اكو ناس معروفين بس انه ناس انه هذا سوى غلط هذا يعرفه بس اكو ناس محبوبين العالم تحبهم بالشارع مم. تحب تشوفهم طق وياهم صوره وهيك شيء بس انا صار هذا على غفله اوكي لان انا سويت البيج كان برايفت شوي 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 شوي, شوي. آه بعدين قالوا لي الاهل المقربين سوي عام مم. فانا خلاص سويت عام شو هذا الصعود ما تدي يصير انه قولي صار هذا الهوس ما تشوف ايش قد صعدوا المتابعين هسه اليوم ايش قد صاروا بالبدايه واليوم... اي بالبدايه بالبدايه اي <applause> بعدين من عبر ال 200 200 كي شيء <applause> مال انستغرام لا بعد يعني انه قمت ما لحق اصلا لا من من المشاهير سووا لك مشاكل؟ مشاكل من يا نوع يعني ما يحب يتدرب ما ي... يعني مو سهلين والله شوفي يعني هم <applause> احنا نريد نجيب يعني ما نريد يعني نريد نحرجهم بس يعني انه بس يعني الناس اللي من المشاهير اللي مو كلش يلتزمون تتعب وياهم اكثر من غيرهم ما نريد نجيب اسماء ليش تدخلين نفسي الجيم؟ زين قول لي على السوشيال ميديا من متابع تابع ناس يعني معروفه متابع مشاهير هم يعني بالرياضه <أه... يعني مثلاً بالوسط الفني وهيك شيء يعني أكيد مثلاً الناس اللي ضحكوني مثلاً من ضمنهم غسان من ضمنهم أم أموري <applause> هيك شيء الفناني ممكن تيسير سفير حبيبي وأخوي <applause> يجي يدرب يمك؟ تصير يمي طبعا وستار سعاد سعد هم الاسماء هو يعني خاف اذكر اسماء والباقيين يزعلون ضعفتهم ضعفوا زين يعني التزموا؟ والله ستار اي ما شاء الله عليه تيسير جديد بعده هسه شوي مم. شوي دا نعاقب به انا يعني معروف عليه انه اعاقب الناس وهيك شيء فال... شنو اول شيء تقوله للشخص اللي جاي دي يتمرن يمك؟ شنو اول اول, أول شيء تقوله شي... يعني أه رقم واحد تتحملني لو لا؟ لا لازم يلتزم لازم يلتزم مثلا انا هم انا دائما مثل مني يجيني احكي له اقول له انت تتحملني لو يقول لي قلت اقول له متاكد يقول لي اقول له تفاصيل بتفاصيل حياتك كلها مم. يعني عادي اطب له بنص المطعم او هيك شيء فتتحملي مم. يقول لي خلاص هاي مثلا ورا اسبوع انا يعني ما عندي شيء او بالجيم لقيت مثل مسوي تاج انه هو بهيك مطعم مثلا اهل المطاعم المت... كلهم اصدقائي مم. نصهم يت... يتمرنون يمي ط... طبعا فعادي اخابره بالمطعم اقول له شو وقت تجي يجيش... شو وقت راح يطلع منه. يقول لي هيك هيك وهيك ينزل طبقه اقول له جاي شغل التليفون أ... واروح مسويه يمكن ست مرات او سبعه بالبيج ما تنزل خزي الموضوع نفسي انه شايف انه اقول له أ... مثلا راح اعاقبك اليوم او من 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 تجي أص... اصعد على الكارديو فد ساعه ساعتين بحد اخليه انه هو يمل من هذا الموضوع ما يسويها بعد المشاهير اصعب من غيرهم بالتعامل؟ أه ايه مم. تعرفين بتعرفين ليش؟ أه نحكي صراحه لان هي مم. هي حياتهم كلش كلش يعني بيزي بيزي هم اصلا وشغل وهيك شيء وبنفس الوقت حياتهم كلش متنشنه فيعني ما عندهم هذا الوقت انه انه يطبون يطلعون ينفون عن روحهم ف 24 ساعه متنشنين بالشغل وبنفس الوقت يريدون يضعفون وبنفس الوقت عليهم ضغوطات فالحالات تصير دائما خاصة يعني مو حالة عامة طبعا انا مو بس المشاهير هذا السؤال دائما يقولوا لي انا انا يعني ادرب الكل بس المشاهير يكونون اصعب او الناس المعروفه يعني لان ضغط عليهم اكثر يكون فيجيني في يجي مضغوط اصلا فاني شلون امتص هاي الطاقه السلبيه من عنده يلا بعدها انه ادربه هيك شيء قول لي كابتن وين تحب توصل هسا انت معروف وكابتن المشاهير والكل يدربون يمك مشاهير وتعطي وال... نصايح وعلى الانستغرام، وين بعد حابب توصل؟ والله ان شاء الله يا ربي هو هو طبعا ماكو حدود اك... اكيد يعني اه بس ان شاء الله واحد يفكر يوصل للانترناشونال هيك عالمي م. ممكن افتح اكاديميه بال... بالمستقبل للاطفال وهيك شيء توعيهم على الرياضه من هم صغار، بنفس الوقت الكبار الطبقه اللي هي مثل الناس الاعمار الكبار مثل اجدادنا وابائنا وهيك شيء، شي انه ليش قاعدين بالبيت؟ ليش ليش ما يشوفون العالم من برا انه اكو جمات خاصه بيهم او هيك شيء شي انه ترجع اللياقه شويه شويه او تحسن من صحتهم، انا هذا الطموح مالتي انه يبقى المسج مالتي انه الرياضه هي اهم شيء بالحياه اذا اشتطينا نصيحه نصيحه لاي واحد حاب يضعف او يحافظ على صحته وعلى جسمه وعلى يعني مو بس انه يريد يضعف بس انه صحيا يكون جيد بصحه جيده يشرب مي هاي دائما الست لترات ما يقولون لازم يعني لا مو مو سوى يعني مثلا انت قابليتك تختلف عن قابليتي عن قابليه غيري، اكو ناس بلترين يشبعون، اكو ناس بسته، ما كفى الشيء انه فد شيء محدد مم. هذا الشيء انا اعتبره غلط مثلا انت كفايتك مثلا بالماي تختلف عن كفايتي وهيك شيء فماكو شيء معين مم. انت تحسين بالاشباع زين هسه عندك انت على الانستغرام وعندك يعني متابعين وده تنشر فيديوهات ما نفكر اسوي لك شيء غير مثلا برنامج خاص بيك تو او يكون اكثر مما هو رياضي والله هو ده نشتغل على هذا المشروع ان شاء الله يا ربي اذا أه الله سهل وراد يعني عقب باكر وهيك شيء نبدا نسوي الحلقات التست التجريبيه مم. وبعد الحلقه الاولى او الصفريه انتم تسموها هيك شيء الحلقه صفر حلقه صفر اي هذه نعدلها بعدها راح نكون يعني اكثر على بينه انه ايش قد راح نطول شنو البرنامج قد راح يطول شنو الافكار اللي ممكن اطرحها حتى نفيد عدد ناس اكثر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تعبناك اليوم ويانا كابتن وممنونين من عندك وشرفتنا اليوم اللي بالقصة شغف بالعكس أه وأكيد راح نأخذ منك النصائح ونجي لك إن شاء الله للجميع كل ألف ليكم شكر كل ألف الهل. شكر أو مشاهدينا الأسبوع المقبل بنفس الوقت خليكم ويانا قصص جديدة من قصص الحياة وقصص النجاح إلى اللقاء.